لأنه القصة طويلة. قصة لقائي فيكم، تعرفوا أنه من أوائل الحفلات اللي عملتها بدايتي كانت معكم، وكمان بدايتي الثانية 2006 بتذكر كان في حفلة كتير كتير مهمة بحياتي، لأنها كانت فيصل. فيصل لكل شيء اليوم وصلت له، لو تعرفوا هالحب اللي أعطيته إياه، وهي المشاعر اللي ممزوجة بالياسمين وبالفل اللي أنتم مشهورين فيه، لأنه هو شبه قلوبكم. لو تعرفوا هاي المشاعر قد ايه مولتني كل السنين الطويلة لليوم الجامعة الكريم. كتير مبسوطة أنا مزوقين وحلوين وأمرار ومثقفين وبتفهموا، شرف كبير إلي اليوم إني أكون موجودة معكم على مسرح الكريم.